نينام لساتها نايمة؟ ايه ما قدرت تنام منيح مبارح، كانت متوترة كتير لهيك لساتها نايمة. انت جهزت حالك؟ انا اللي فايقه متاخره لانك ما قدرتي تنامي منيح امبارحه، لهيك فقتي متاخره. ايه بس انت كان لازم تفيقني. لا انا فقت كتير متاخره، لازم جهز الفطور لريشي. ليك لكشمي عم تجهزه، وبما انه عرسه ما كمل ليك عم تجهزه. ايه شكرا لانك ذكرتني، بس بدي جهز الفطور لابني بنفسي، انا رح اعمله. نيلام شو صار معك؟ انت منيحة؟ ها؟ معك حرارة؟ ما معي حرارة، بس راسي تقيل شوي. راسك تقيل يعني انت دايخة ما؟ لا انا قلت لك ضغطك رح يطلع اذا ضليتي متوترة، شكله ضغطك طالع. استني رح جيب لك الدواء. يلا دواكي. ما اكلت شي، كيف بدي اخذ الدواء؟ تفضل. انتي يا بنتي يسعد لي صباحك، بس لمين هذا الفطور؟ مشان امي. هاد لخالتي نيلام. ايه لانه لازم تاخد دواء الضغط وما بصير تاخده على الريق، لهيك حضرت لها الفطور. بس انتي كيف عرفتي؟ لانه الوقت تاخر، ما طلعت من غرفتها فتوقعت هيك شي. بس آسفة إذا زعجتكم بجيتي لهون. لا لا يا روحي، وبصراحة أنت جبت الفطور بالوقت المناسب، هي لازم تاخد دواء الضغط هلأ، ضغطة طالع. عم بتقول ما بتقدر تاخد الدواء لأنه لساتها ما أكلت، جبتي بوقته. وهلأ نيلام كلي وبعدين خدي الدواء، أنت لازم ترتاحي منيح هلأ صح؟ إيه بس هذا أمر مو طلب، هذا أمر لازم تعتني بحالك. ممكن تسمع مني؟ لازم تعتني بحالك منيح، هاي العيلة هي مسؤوليتك، إذا كنتي بخير فالكل بخير. مزبوط. لهيك يا مدام كرمالي أنا بترجاكي لا تشتغلي وارتاحي. إيه؟ ممكن تسمعني هلأ؟ عم تقلي إني لازم ارتاح وما اشتغل، إذا ضليت بالغرفة مين رح يعتني بريشي؟ مين رح يهتم فيه لكان؟ أنا ما بدي لكشمي تعتني فيه، وما بدي لكشمي تقرب منه. إيه ممكن تطلب منها ما تقرب على ريشي؟ أنا ما رح أهتم بريشي، ما ليش كب تهتم فيه. متأكدة؟ شو اللي عم تحكيه يا نيلا؟ سيتي لكشمي؟ هاي لكشمي الطيبة، ليك أجابت لك فطورك من دون ما تطلبي منها، وهذا الشيء بيعني المحبة والاهتمام، رح أعترف.